وشوشة. ست الحبايب بتاع فايز أحمد يوم 21 مارس الأغنية دي ما تغنتش ولا حد في العالم العربي يعرف إن ده عيد الأم. بعد ست الحبايب اتعملت أي أغنية تانية في قوتها؟ اتعمل مليون أغنية بس علم. شوف الأداء والكلمات واللحن عبد الوهاب وفايزة و... لا يعني أنا يوم ما أمي ماتت ثلاث سنين لما رجعت في القناة أنا شغلها لأن لقيت صباعي. وربنا يطول في أعمار أمهاتكم، أنتوا مش متخيلين يعني إيه يبقى الواحد يديكم تطوير يسمع الأغنية.